كبرياء النادي الأهلي في مباراته النهاردة أمام فاركو برباعية مقابل هدف. هو طبعا لو اتكلمنا على مباراة سان داونز دي كانت مباراة ومحطة مهمة للنادي الأهلي. لأول مرة جمهور النادي الأهلي برغم خسارة النادي الأهلي وعلى أرضه ما يكونش زعلان بالقدر الكبير بتاع أي خسارة للنادي الأهلي، لأنه هو حس أن اللعيبة يعني أدت اللي عليها وكان ماتش كويس. النادي الأهلي كان تقريبا مستحوذ وضاغط على سان داونز تقريبا خلال الماتش كله، ضيع فرص وكان له خطورة هجومية في الشوط الأولاني وفي الشوط الثاني، ضيع أكتر من فرصة، ودي يعني هترجعنا لحتة بقى المشكلة الأساسية عند النادي الأهلي هي عملية إهدار الفرص. لأن أنت مش في أي ماتش هتضيع فرص وتقدر تعرز تعوض، انما مع الفرق الكبيره او الكويسه اللي لها باع برضو خبرات ولعيبه عندها خبرات زي سان داونز، ده اللي حصل بقى ان انت اهدرت فرص وفي نفس الوقت من هجمتين هجمه خطر على النادي الاهلي الراجل لعبها بالعرض بس ما نتجش عنها حاجه، والكره الثانيه هدف وللاسف كان في توقيت صعب ان انت تقدر تعوضه. انما هي مباراه زي اي مباراه في دوري المجموعات، النادي الاهلي يمكن عودنا خلال السنين اللي فاتت برضه يبقى في دوري المجموعات بيمشي كويس ويتعثر بعض المباريات، انما بيقدر يتاهل سواء اول او تاني، ما بقتش فارقه ان انت تتاهل بقى مش عارف الاول او كذا تتاهل وبعد كده خلص، لان انت في الاول كنت بتقول ايه لازم ابقى اول مجموعه عشان ابعت انذارات للفرق التانية. النادي الاهلي مش محتاج انذارات لانه بطل القاره اكتر من مره. فالهزيمه يعني ما كانتش يعني كارثيه زي ما قبل كده بالظبط كده، انما عدت وان شاء الله النادي الاهلي قادر انه يعوض، عنده ثلاث مباريات على ارضه، المباراه الرابعه في سان داونز ممكن يبقى وصل لها، هو مش محتاج منها حاجه انه يكون اتاهل. بس كان لازم على اللعيبه بقى ان في اول مباراه بعد لعب المريخ الاول وبعد كده سان داونز وبعد كده وبعد كده الهلال لهم، كان على اللعيبه وعلى الجهاز الفني انه يغير الصوره على طول. وكان لازم ان هو وان كانت بطوله ثانيه بطوله الدوري اللي هو ماشي فيها كويس انه يكسب المباراه، ومش مكسب بس، مكسب واداء وسكور عشان يقدر يرجع الثقه للعيبه قبل ما يرجعها للجمهور ويتصدر بطوله الدوري المحببه بالنسبه له. وفعلا النهارده شفنا اداء ولا اروع.